مشاهدينا، بالتزامن مع احتفال اليوم العالمي للشاي، نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية جلسة ثقافية بعنوان الشاي في طقوس المبدعين، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين وأيضا الشعراء. نتعرف على المزيد من خلال التقرير التالي. بخصوص اليوم العالمي للشاي، قررت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أن تسوي جلسة للشاي باسم الشاي في طقوس المبدعين. طبعا تنظمت الجلسة بالعديد من الفنانين والشعراء والدكاترة كذلك. طبعا ما فيش مكان ولا بيت ولا أسرة ما بتشربش الشاي، ولا يعني مثلا في المقهى ده حاجة أساسية إلى جانب طبعا القهوة، لكن هو في النهاية جمع المثقفين وجمع الفنانين، وهتلاقي في الصالونات الاجتماعية اللي هو لو قلنا المقاهي هي بمثابة النوادي الاجتماعية والصالونات الثقافية والسياسية، هتلاقي الشاي موجود على المائدة أثناء النقاشات، أثناء التفكير، أثناء الكتابة. في مبدعين ما بيشتغلوش غير لما يشربوا الشاي، خصوصاً إن الشاي دلوقتي فيه منه أنواع عديدة جداً، وفيه موجود منه الشاي الأخضر اللي بيقولوا إن هو صحي جداً، والشاي الأبيض. وفي أوروبا كمان بدأوا يهتموا بإن هو يطلعوا منه طعوم وأنواع وأشكال أخرى، فلا الشاي بقى شيء أساسي وطقس مهم. ولو تذكر إن اليابان عندها طقس لشرب الشاي مهم جداً، بيمتد للساعات، بس إن هو كده يقعد بهدوء بيشرب الشاي باستمتاع وعمل ريلاكسيشن مش أكتر، يعني قد إيه هو شيء جميل. طبعاً الشاي في كل ثقافات العالم له أشياء معينة أو له طقوس معينة. بالنسبة أنا بتكلم كوني فنانة تشكيلية، يمكن الشاي أحياناً يمثل للفنان أو لأي مبدع أهمية كبيرة، لأنه يكون جزء مكمل للعمل. وطبعاً من خلال كوباية الشاي أو كاسة الشاي أحياناً الفنان يندمج في عمله الفني، فيحصل في عدة مرات أنه هو ممكن هو يرسم الفرشة بدل ما يحطها في المية يحطها في كوباية الشاي. هذا حصلت عند يعني تقريبا معظم الفنانين، وما يحس بهالشعور إلا لما يمسك كوباية الشاي ويحطها على يعني إنه هو بيتذوقها، بعدين يدرك هالشيء لهالدرجة إنه هو كان يعني مثلا مشغول بعمله الفني، في نفس الوقت إنه خلاص يعني متفاعل مع الجو.